ازيك يا حلا حبيبتي؟ انا كنت جايبه لك اكل ورنيت عليك محدش فتح. ما انا قاعد هنا من الصبح يا عم بحر. انسى بقى. انسى ايه؟ انسى ملك؟ بتفكر في ايه؟ بفكر فيك يا ملوكه. طبعا يا سلام، انت لما بتفكر فيا يبقى اكيد جبت لي فطار. طبعا يا ملوكه، ده انا طالب لك فطار من ماك وهنقعد نفطر هنا في الجنينه. احسن قعده في الدنيا. هو انت فاكره اما تيجي السكول ساعتين متاخره انا كده مش هشوفك؟ يا مستر انا ماليش ذنب، ده سواء هو اللي اخرني. وسما انا براحتي، مش دافعه فلوس. انا دفع فلوس والسواق؟ طب روحي بقى يا حبيبتي، خلي السواق ياخدك لف. يلا يلا يا ابني عشان نمشي. ما انا لازم ادور. لما تدور. ما انا ادور يا عم، بس يا ربنا يستر واشوف قدام، انا مش شايف حاجه. يا عم نمشي وسيبها على الله. يلا. يا بنتي مروحه بدري ليه؟ المستر مرضيش يدخلني. طب استني باباكي او السواق يجي ياخدوك. لا انا كبيره، انا مش صغيره عشان تقولي لي كده. انا لو على اول السنه واخد تاكسي. باي باي. تاكسي تاكسي. يا ابني مش عارف اسوق. حسب ابيب. ملك حبيبتي، ما ينفعش يا قلبي تنامي في الشارع. قوم يا حبيبي بابا، انا جبت لك كل الحاجات اللي انت عاوزاها. قوم يا ملك. انا مش هشوف ملك تاني. لا يا حبيبتي ازاي، ما تقوليش كده، هتشوفيها. الله، شنطتك اهي يا ملك. فاكره لما رحنا جبناها سوا يا حبيبي بابا؟ قومي بقى، قومي عشان هاخدك ونسافر وهناخد حالة معانا، مش هي صاحبتك الوحيده. قومي يا ملك، والنبي والنبي يا ملك لا تقومي وردي على بابا. ملك